السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بورك المولود وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. أسأل الله العظيم أن يبارك فيه وأن يجعله قرة عين لسيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم، على نية الاسم المبارك حبيب علي الجفري محمد شمسي. إن الله يجعله من أبناء السلامة والبركة والخير والنور والفتح والعطاء، ينشئ النشاء الصالح ويكثر زكريا الرعاية الإلهية والعناية المحمدية، يجعله من العلماء العاملين الدعاة الناصحين الأولياء الصالحين حفظة كتاب الله العاملين بمقتضاه العارفين بأنواره المفتوح لهم في أسراره، يحفظه من كل سوء ومن كل أذى ومن كل بلاء ومن كل حاسد ومن كل شاني ومن كل شيطان من شياطين الإنس والجن ومن كل طارق يطرق بالليل والنهار لا طارق يطرق بخير. يبارك في والديه ويقر عينهم بالرزق الواسع الحلال والرضا والنور والسرور والعطاء غير المحدود مع اللطف والعافية إلى حضرة النبي. فاتح.